بالنسبة للفصل الثاني هو Drug Interaction. شنو تعريف Drug Interaction؟ It's modification of the action of one drug by another. يعني آخذ drugين واحد يأثر على الآخر. يا أما واحد يعطل الآخر، يا أما واحد يزيد تأثير الآخر، يا أما واحد يلغي تأثير الثاني. طبعاً هذا حناخذه بالتفصيل. فعلى مود على حسب الدراج انتر اكشن اني اقسم على حسب الميكانيزم، يا اما يكون فارماكو دايناميك انتر اكشن يا اما يكون فارماكو كاينتيك انتر اكشن. فنيجي على الفارماكو دايناميك، لما عندي اني تو ديفرنت دراج يؤدون نفس الغرض، تو ديفرنت دراج انفلونس ذا سيم فيزيولوجيكال اكشن. من أقصد physiological action معناته إنه شيء موجود داخل الجسم. مثلاً أنا عندي دواية ما الضغط، صحيح هما مختلفين كميكانيزم بس كلهم يخفضون الضغط. فمثلاً diuretics زائد angiotensin ACE inhibitors are used to manage high blood pressure. هسه diuretics شلون تشتغل؟ تطلع الصوديوم والمي من الجسم. الانجيوتنسين كوفرتك انزيم يمنع تحول الانجي 1 الى انجي 2 وبالتالي حينخفض الضغط. فاثنيناتهم عندهم ذا الميكانيزم اوف اكشن مالتهم مختلفه بس بالنهايه يؤدون الى ونتيجه واحده اللي هي يقللون البلود بريشر. لهذا دائما تشوفوهم وين؟ سوا ميزينوفرين مع هادو فلوفايزايد، دائما تشوفوهم سوا، تمام؟ فأي الهدف من عندي هنا منفعة، إنه أي دا أزيد الإفكت اللي هو أي دا أسيطر على بلود بريشر. مثلاً الثاني اللي هو مثلاً أكو أشخاص دائماً هاي يستخدموها، عفواً الناس اللي هو drug addicting، هو يريد ينام، هو الشخص يريد ينام خلاص، فيستخدم كحول ويا بنزوديازيبين. شنو البنزوديازيبين؟ اللي هو مثلاً الفاليوم وأشباهها، الألبرازولام والكلونازيبلام والفاتريل، فياخذوهم سوا على مود شنو؟ على مود ينامون، تمام؟ فهذا هو المثال. إذا قلت لكم الامتحان give me example of pharmacodynamic interaction، يا أما المثال الأول يا أما المثال الثاني. فهذا ما أطلب تحفظون one example، one example إضافة إلى التعريف. لهنا أحد عنده سؤال؟ الفارماكوكاينتكس لما اكو دواء يأثر على الفارماكوكاينتك of the another. احنا شنو هي الفارماكوكاينتك يا محمد وفي؟ شنو هي اطلعها؟ شنو هي الفارماكوكاينتك؟ ادمي شنو يساوي؟ الفارماكوكاينتك هي شنو هي؟ ميكانيكية الدواء داخل الجسم. اي يعني هو تنقسم الى كلمة ادم، هم اخذوها يا صباحي بالفصل الاول. absorption distribution metabolism والسكريشن. يعني إذا دواء أثر على واحد من دول العناصر، الواحد من الدواء الثاني هذا أعتبره pharmacokinetic interaction. وأكثر two pharmacokinetic concept يتأثرون بهذا الشيء هما أول شيء elimination الخروجية أو السكريشن والميتابوليزم. يا أما أمنع أن الدواء يطلع من الجسم، يعني أخذ دواء يمنع خروج انه دواء اخر من الجسم، او دواء يمنع الميتابوليزم ما الدواء الثاني. اوضحها بمثال. الاوميبرازول هو عباره عن دواء للمعده. اخذتوها، اكو ناس اخذوا السايب انزيم. من هم السايب انزيم؟ هم عباره عن شعبه داخل الكبد مسؤوله عن ميتابوليزم اوف ذا دراج، يعني تكسير الادويه اللي احنا ناخذها. فالاوميبرازول مسؤول عن الايزو انزيم يكسر الوارفارين. شنو هو الوارفارين؟ هو عباره عن مميع انتي كوجولنت، ومثله مثل الثيوفيلين النارو ثيرابيوتيك اندكس، الجرعه السميه قريبه من الجرعه العلاجيه. فاذا الاوميبرازول اخذته مع الوارفارين، الوارفارين حيبقى داخل الجسم، واذا بقى داخل الجسم زاد الانتي كوجولنت مالته، واذا زاد الانتي كوجولنت حيسوي لي بليدنج. فأي أنا كصيدلانية من أجي أشوف وصفة بيها أوميبرازول وارفارين، لازم أبدل واحد من عندهم اللي هو أبدل أوميبرازول، أنطيه فاموديتين، أنطيه الدواء الثاني مال المعدة، ما يصير ياخذهم. فالأوميبرازول منع الميتابوليزم أوف ذا وارفارين، وإذا الوارفارين ما تكسر يعني ما يطلع من الجسم، وإذا ما طلع من الجسم
هيزيد الانتي كوجوليشن، ولان هو لها ثيرابيوتيك اندكس هيزيد عندي البليدنج. المثال الثاني اكو دواء اسمه البروفانسيد. البروفانسيد هو عباره عن دواء يعالج داء النقرس. شلون يعالجه؟ يعالجه عن طريق اخراج اليوريك اسيد، يعني ازيد ادرار اليوريك اسيد. بس البنسلين يمنع هذا الشيء. اكو كرسي البنسلين والبروفانسيد شلون يتعاركون عليه؟ البنسلين هو دائما الاقوى، فبالتالي يكون البروفانسيد يريد يطلع، فالبروفانسيد يسحب الكرسي من البنسلين ويبقى البنسلين داخل الجسم، وبالتالي حيسوي لي توكسيسيتي وسايد افكت. طبعا المطلوب هنا يهمني one example. أنا عندي أنواع من interaction، يا أما تكون useful interaction يا أما تكون harmful interaction، يعني يا أما مفيدة يا أما ضارة. مثلا increase effect، يعني أنا أخذ دواء ويا دواء على مود أزيد effectiveness مال واحد من الأدوية. فمثلا الهدف من increase effect إنه أنا أزيد effectiveness، يعني أزيد الفعالية. شلون؟ البيتا أغونست بحتها مثل السابيتامول والفيماتول، إذا أخذتها بحتها كلونج أكتينج بيتا 2 أغونست ما تعطي نتيجة، بس إذا أخذتها مع الجلوكوكورتيكويد حتجيب نتيجة، لأن البيتا 2 أغونست شي يسوي برونكودايليتر، والجلوكوكورتيكويد شي يسوي أنتي إنفلاماتوري، والأزمة اللي هو ما ضربه يجمع بين الاثنين. فأني قللت الإنفلاميشن وزودت البرونكودايليشن، وبالتالي أني هذا التفاعل يعتبر تفاعل مفيد. مثلا تعرفون انتو الكوأموكس او الاموكسيكلاف، منو ما يعرفه؟ كل يعرفه. فدائما من تشوفون الكوأموكس سواء 625 او الف، تشوفون دائما اكو مادة اللي هي 800 مثلا 25 اللي هي 875 اللي هي الاموكسيسيلين، وياها التكميل مالتها الكلافيولينيك اسيد. شنو فائدة الكلافيولينيك اسيد؟ البكتيريا دائما الميكروبات كائنات ذكية، فالبكتيريا تفرز مادة اسمها البنسلينيز تكسر الاموكسيسيلين. الكلافيولينيك اسيد الموجود مع الاموكسيسيلين انهبيتر للبنسلينيز، فما يخلي البنسلينيز يشتغل، فالاموكسيسيلين يؤدي وظيفته في القضاء على الميكروب. تمام، هسه اني اريد اخذ دوايين. هذول الدوايين اني اجي اخذهم سوا، يعني اجي اخلي ما يفيد يشتري دوايين ويدفع فلوس ويتحمل سايد افكت، اكيد اكو منفعه معينه. ما يضربوا الربو عنده اثنين من الباث اوف سيرجي وان ماب، عنده زياده بالانفلاميشن، عنده الحويصلات مالته ملتهبه ومحتقنه، والثاني شيء عنده برونكو كونستركشن، تقيق في القصبات. من انطي البيتا 2 اغونست بوحده حيسوي بس برونكو دايليشن، بس الانفلاميشن يظل شغال. واذا انضيت جلوكوكورتيكويد بوحده الانفلاميشن حيروح، بس برونكو كونستركشن حيكون موجود. زين شو الحل؟ انه اخلطهم سوا، اعطي بيتا 2 اغونست اللي هو برونكو دايليتر، وانطي جلوكوكورتيكويد اللي هو شنو هو؟ يقلل الانفلاميشن. فاني سويت بهالحالة، اني استفاديت من الدوايين سوا، وبالاضافة انه اقلل جرعة الجلوكوكورتيكويد على مود شنو؟ على مود ما يصير عندي سايد افكت. المثال الثاني، طبعا عرفتوا انتو الاموكسيسيلين هو بورد سبيكترم، تمام، يشتغل على جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، تمام. بس هاي الادوية عندها نقطة ضعف البكتيريا تعرفها، الاموكسيسيلين هو بنسلين، نظام اعمال البنسلين. البكتيريا عرفت نقطة ضعف الاموكسيسيلين، تصدر له انزيم اسمه البنسلينيز يتكسر الاموكسيسيلين. انا اذا انا البكتيريا اللي عندي تكسر الاموكسيسيلين، شكو ما اخذ الدواء العاد؟ هسه ما عندي دواء، فلازم اضيف له مادة تشيل هذا البنسلينيز اللي هي الكلافيولينيك اسيد. الكلافيولينيك اسيد يشد حركة البنسلينيز، فالاموكسيسيلين يقضي على الميكروب، وبالتالي ما حيصير عندي ريزيستنس لهذا الدواء. الافكت اوف انتراكشن اللي هي مينيمايز ذا سايد افكت. احيانا اني اخذ دواء على مود اقلل السايد افكت او الدواء الثاني.
احيانا اكو ادويه يصير عندي سايد افكت مالتها مزعج. فمثلا عندي دور اسمه سبيرالاكتون. سبيرالاكتون انتو صباحا اخذها بالصف الاول انه او اللي سامعين به هو يحبس البوتاسيوم داخل الجسم. من حيحبس البوتاسيوم داخل الجسم حيسوي شيء اسمه هايبركالميا، زياده البوتاسيوم. لازم تاخذون قاعده انه البوتاسيوم زاد او نقص يسوي لي مشاكل بالقلب اللي هي الاريثميا. فعلى مود اني اقلل من هذا الشيء انطي وياه لوب دايرتك اللي هو الفروسامايد او اي دايرتك ثاني يطلع البوتاسيوم من الجسم، وبالتالي الدواء سبيرالاكتون زاد البوتاسيوم، اني انطي فروسامايد يقلل البوتاسيوم، فسوى عندي بالانس، فالبوتاسيوم ظل طبيعي، دواء يطلعه ودواء يبقي، الكميات صارت شنو؟ بيها توازن. الثالث اللي هي البلوك التوكسيك افكت اللي هو مبدا الانتيدوت، مبدا الانتيدوت. طبعا هذا المثال تجدون اذا جبت اكزامبل تحفظون يعني مليان امثله بدي، مثل ما قالت لميتكم قبل شويه النيوستيجمي والاتروبين. اني الاتروبين هو اني احافظ عليه بالنيوستيجمي. تمام؟ الفيشيوس بس أنا البرايستيجمين ما أقدر أستخدمه ويا الأتروبين أز أنتيدوت، يعني إذا الشخص تسمم بالأتروبين ما أستخدمه برايستيجمين، يعني البرايستيجمين بولر ما يدخل للمخ، والأتروبين نسبة نون بولاريتي فيسوي لي مشاكل بالمخ، يعني الجرعة العالية من الأتروبين تسوي لي هلوسة. فإذا أنا مثلا كأنتيدوت مناسب للأتروبين هو الفيشيوستيجمين. يعني هو بيهم يعني نسبة نامبولاريتي فيقدر يدخل للمخ. الأمثلة اللي عندنا النالكزون، واحد مدمن على المورفين تسمم، شلون ينقذوا يعطونا نالكزون اللي هو أبيود أنتاغونست. شخص أخذ مورفين بجرعات عالية يشربوا فيتامين كي، هاي هي معناتها الأنتيدوت، واضحة لو أعيد. إذن useful interaction هما ثلاثة: increase effect, minimize side effect, و block toxic effect. بس نيجي على harmful، يعني لما أنا أمطي اثنين وواحد يضر الأخ، لما يكون عندي adverse drug interaction اللي هي unwanted pregnancy مثلا، شخص وحدة عندها التهاب وما تريد تحبل هسه، والدكتور كتبتها على سيفايوسبورين، مين ينطي مثل على السيفايوسبورين؟ أي مثل؟ سيفتراكزون، سيفاتوكسين، سيفتراكزيوم، سيفبكسيم، هذول كلهم هم سيفايوسبورين. هسه السيفايوسبورين ما يصير أني آخذه مع منو؟ مع الكونتراسبتيف اليوم أني عاد الحمل، لأن يزيد الميتابوليزم مالتها، يطلعها من الجسم بسرعة، فالكونسنتريشن داخل الدم يقل، فبالتالي إذا المريضة أخذت صاعدها التهاب وما تريد يصير عندها حمل وأخذت سيفروكزيم وإذا تاخذ كونتراسبتيف معناتها بعد الالتهاب ممكن يصير عندها بريجننسي، وهذا الشيء هذا كسايد افكت، هي ما محطة على البريجننسي وبهذا الوقت. إذا السيفروكزيم هو ده يزيد الميتابوليزم مال كونتراسبتيف. إذا مين يجاوبني يقول لي هذا الانتراكشن هو فارماكوديناميك أو فارماكوكينيتيك؟ الفوساميد إذا ما أخذته مع السبيرالاكتون حيقلل لي البوتاسيوم. إذا أنا أخذ دايجوكسين اللي هو دواء الهارت فيلر وقل عندي البوتاسيوم حيصير عندي توكسيسيتي. يعني دائما الناس عندهم بوتاسيوم قليل وماخذين دايجوكسين حيصير عندي شنو؟ توكسيسيتي الدايجوكسين. تمام؟ فلازم إذا أنا آخذ دايجوكسين ما آخذ الفوساميد آز دايرتك، يعني حيسوي دايجوكسين توكسيسيتي. التتراسايكلين والأيرون سالتس، إذا أنا أخذت أيرون مع تتراسايكلين معناتها التتراسايكلين ما حيوصل للدم، معناتها البكتيريا ما حتموت، معناتها الورسنينج أو the infection. مثلا أنا عندي حبوب بوجهي وأنا أريد آخذ ديكسوساكلين على مودها، وأنا إذا آخذ عندي فقر دم
وده اخذ ايرون، واحد مثل ما اخذ يعني كل حبابي اخذهم سوا، وده اشوف انه وش اللي يزيد بعد بيه حبابي. ليش؟ يعني انا يوميا ده اخذ الحديد ويا التتراساكين، فلازم اي معدن ويا التتراساكين، كالسيوم، حديد، مغنيسيوم، لازم الفصل بينه وبين التتراساكين 4 ساعات على الاقل. يعني اذا انا اخذت التتراساكين بالعشرة الصبح، لازم بالثنتين بالليل اخذ الحديد، بالثنتين الظهر اخذ الحديد. تمام؟ هاي امثلة على السايد افكت لما تكون ايش عندي worsening، لما يكون انا عندي harmful interaction. Advanced disease interaction، اكو مرات عندي دور يسوء حالة مرض، دور المرض يكون مستقر ما في اي شيء، بس انطي دور يسوي worsening of the disease اصلا موجود عنده. شخص عنده ال hypertension ضغط عالي ونشل، فرحت اعطيته كولد اون ذا فلو في سودو اوف درين وبفينال فرين، دول اثنيناتهم كلهم الفا 1 اغونست، يعني يسوون بادو كونستركشن، يعني حيعلون الضغط. يعني هو ضغطه كان طبيعي وماشي وما بي اي شيء، من اعطيته هذا الفينال فرين على شكل حبايه مو على شكل نازل سبراي، لما يكون انه بخاخ انفي ما يسوي هاي المشكلة، بس لما انطيه من مجموعة الأدوية اللي كولد اند فلو حينفع الضغط. فاحنا من نجي نوصف للمريض كولد اند فلو لازم ننطيه او نسأل عنده الضغط، اذا قال لا عادي انطي الدول بي في نالفرين، اذا ما عنده ضغط، اذا عفا عنده ضغط لا لازم هذا المادة ما تكون موجودة. هاي اول مثال. الهيدروكلورثيازايد اللي هو مع الضغط يزيد داء النقرس، يزيد الجاوتي اتاك. ليش؟ لأن يمنع خروج اليوريك أسيد من الجسم. فهو شخص عنده جاوت وصار عنده ضغط مايض قليل، فالدكتور أو الدكاترة يعطوه صار عنده كلورثيازايد 25، مثلا المريض يدخل المستشفى يصير عنده ألم بأطرافه لأن زاد عندي الجاوت، زاد عندي اليوريك أسيد فصار عندي جاوتي اتاك. أكو ناس هواية شخص معدته تعبانة، معدته يعني بيها وجع، وياخذ الاسبرين بدون اكل، راح يسوي له شنو؟ بليدنج، لان الاسبرين يقلل البروستاجلاندين اللي تحيط بالمعده، والاسبرين الاسيديتي مالته تاثر على المعده. فلازم اي شخص ياخذ اسبرين ننصحه انه ياخذه بعد الاكل. اخر سلايد بهذا الفصل دراج فود انتراكشن. مرات هواي اشياء اكلها وما انتبه ان هالاشياء هاي تاثر على دواعي. مثلا التتراساكلين، قلت لكم اي معدن يقلل من الابزوربشن مال التتراساكلين. عندي دائما اشياء حيويه داخل طعامنا خصوصا بالافطار الريوق فيها كالسيوم، فلازم اني ابعد عن التتراساكلين والكالسيوم 4 ساعات قبل وبعد. يعني ما اخذ كالسيوم ويا اي دايت برودكت، شنو منتجات الالبان؟ جيمر، جبن، حليب، لبن، هاي ممنوع، اذا اريد اخذهم افصل بيناتهم. الوارفرين دائما يتعارض مع الواقيات، خس، خيار، لهانه، اي شيء اخضر، لوبيا، فاصوليا خضراء، فاني اذا اخذتهم سوا يصير اني افكاسي ماي وافاي از انتي كوينت قل، فيصير عندي الدم يصير بيه تجلط، فالشخص اللي عنده تجلطات حيصير عنده ورسنينج للكيس. فما يصير اخذ وافاي مع اشياء بيها خضار، يعني مو واحد ياخذ زلاطه وياخذ وافاي، هذا ممنوع. ستاتينز والجريب فروت، الجريب فروت هاي برتقالة كبيرة اللي داخلها احمر، increase the efficacy of the drug. ليش؟ لان الجريب فروت يصنف از ميتابوليك انهبيتر، يمنع تكسر الستاتين، فالستاتين تبقى داخل الجسم. بس يقول دكتور هذا شيء مفيد افكاسي عالية، لا، يعني الستاتين يأثر على الليفر ويسوي وجع بالعضلات. شنو هي الستاتين؟ هي كوليسترول لورينج.